جهلي الخيام عذرا وسلاما ما سلم معي اليتامى عذريني يا زينب عالتروب يمناي صعبة وجربتي راحي وتبدل معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قانون شرعي وعقلائي، أحياناً هذا القانون يكون ضرورة غاية في الأهمية، أحياناً ترك هذا القانون يؤدي إلى فجيعة. ما هو هذا القانون؟ الشخصية المرموقة الكبيرة إذا تصرف في قضية تصرفا خاصا استثنائيا ردت فعل شديدة أبداها أظهرها من نفسه، يلزم على الناس العاديين أن تكون لهم ردة فعل أشد بكثير مما عمله هذه الشخصية الكبيرة. شخصية مرموقة في قضية معينة يصرخ من الخطأ أن الناس العاديين أيضا يقولون نحن نصرخ مثلما صرخ فلان. لا، إذا صرخ هو يلزم علينا أن ننزل للشارع. رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين في أثناء خطبته يقطع خطبته، ينزل من المنبر، يذهب يحتضن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام
استثنائي. هل من الصحيح أن المسلمين يقولون نحن أيضا علينا أن نحتضن سيد الشهداء وأن نقبله؟ كلا. إذا شخص كرسول الله أفضل خلق الله عز وجل يتصرف هذا التصرف، علينا نحن كمسلمين أن نأخذ التراب من تحت قدم الحسين، نجعل هذا التراب كحلا في عيوننا، نتبرك بالتراب من تحت النعل للحسين. هكذا تصرف من رسول الله صلى الله عليه وآله يستدعي أننا نتصرف تصرفا أكثر من ذلك. إذا رأيت مرجع تقليد مقدس يبكي في مصاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أنا وأمثالي يلزم أن ندم على وجوهنا في مصابه. إذا رأيت مرجعا فقيها كبيرا يلطم على وجهه في مصاب سيد الشهداء، أنا وأمثالي يلزم علينا أن نطبر، أن نجرح صدورنا وظهورنا في مصاب سيد الشهداء. إذا رأيت مرجع تقليد المقدس في يوم عاشوراء يمشي حافيا، يمشي من دون رداء، يلبس السواد لشهرين متتاليين، يركض في عزاء طواريج، ينزع العمامة من رأسه في يوم عاشوراء في عزاء طواريج بدون عمامة، يركض. الأزكياء الطيبين الطاهرين يصنعون شيئا استثنائيا غير طبيعيا، ماذا يلزم علينا أن نصنع؟ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب التهذيب ينقل حديثا عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، شخص يسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام عن شق الثوب في المصائب، يجوز الإنسان يشق ثوبه في المصائب أم لا؟ الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤاله في مقطع من جواب الإمام، يقول عليه الصلاة والسلام: ولقد شققنا الجيوب
من صنع هذا الصنيع؟ الفاطميات. من هن الفاطميات؟ أي مقام للفاطميات عند الله عز وجل؟ الفاطميات الزاكيات النقيات العظيمات. يكفي أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يحتج بفعل الفاطميات حجة الله على الخلائق. الإمام الصادق في هذا الحديث يحتج يستدل بفعل الفاطميات بعمل الفاطميات. الفاطميات ماذا صنعنا في يوم عاشوراء؟ ما لا يتمكن أحد من الطيبين أن يصنع. النار شيء مرعب جدا، عندما تتوجه النار المجهدة نحو الإنسان، الإنسان لا يتمكن، أقول لا يتمكن أن يفكر في شيء آخر، لا يتمكن أن يتذكر شيئا آخر. نار في تلك اللحظات إذا توجهت النار إلى جسم الإنسان، الإنسان أحيانا يقدم على قتل نفسه بأي طريقة ثانية ولكن لا يحترق بالنار. بعض الناس يلقي نفسه من شاهق من الطوابق العليا كي لا تحرقه النار، وهو يعلم أنه إذا ألقى نفسه من طابق عالي يموت، ولكن الموت سقوطا على الأرض أهون من الاحتراق بالنار. النار جدا صعبة. في يوم عاشوراء الأعداء هجموا على المحيط. جاءت السيدة الفاطمة
استئذان من إمامهم. بدون استئذان ما خرجت إمامه، ما خرجت حتى بنيه. فقال الإمام زين العابدين عليكم بالإفطار. Thank you.
استعمل هذا الكلام غير صحيح، تقرير المعصوم الحجة. الإمام قرر ما ذكره الدعبل، بيت مؤلم. من الصعب على المؤمن المحب الموالي لفاطمة الزهراء أن يسمع هذا البيت، ولكن حجة الله على الخلائق سمع هذا البيت وأقره. الدعبل يقول: أفاطم لو خلت الحسين المجدد وقد ما قعد شعر من شركة ذاتي لنه بطن من خلق شيئا من دمه. دماؤنا تسوى شيئا، أرواحنا لا أقول دماؤنا، أرواحنا تسوى شيئا. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كم له عشاق مثلي ومثلي؟ ملايين، مئات الملايين، مليارات، عشرات المليارات، مئات المليارات. كم هو عدد الملائكة؟ الملائكة ماذا تصنع على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ أنا أفضل من الملائكة؟ حاشا، أبدا. أنا أكون أعظم من الملائكة؟ مستحيل. ولكن كلمة قبل دقائق قرأتم هذه الكلمة، هذه الكلمة تجعلني أنا
وأكرمني بك. أكرمني الله عز وجل يريد أن يكرم شخصا. يجعل الملائكة خدام، يجعل الملائكة إذا أرادوا أن يدخلوا عليك يستأذنون، بدون إذن لا يحق لهم الدخول. لماذا؟ وأكرمني بك. يمكن أن شخصا بدون حب الحسين يدخل الجنة؟ لو أمكن اجتماع النقيضين لأمكن هذا. أكرمني بك، هذه أعمال الحسينية بالنسبة إلى عظمة المصيبة لا شيء، لا أقول قليلة، لا شيء، لا شيء. لو كان الفقهاء الكبار يأذنون، لو كان الفقهاء الكبار يفتون بجواز قتل النفس، أقول وأنا لا أقسم كثيرا، أنا قليل القسم بالله عز وجل، أقول والله لكنا نقتل أنفسنا وكان قتل أنفسنا لا شيء أيضا. والله كان لا شيء. قتل أنفسنا مو واحد ينتهي خلاص، هذا شيء بالنسبة لتلك المصيبة. يعني أنا أعظم من حبيب المظاهر؟ حاشا لله، أنا أتبرك بتراب قدم حبيب ابن مظاهر. حبيب ابن مظاهر قتل في سبيل الإمام الحسين، أنا ما هي قيمتي؟ لأن فيها اسم الإمام الحسين، تعلمون من ينتظر هذه الأعمال الحسينية منك؟ اسمحوا لي أقول كلمة ثانية، أقول من يتطلع لهذا العمل الحسيني منك، تعلمون؟ وقال
من علي يكون الحسين وحده. فاشتد بكاؤها وقالت يا أبا فمن يبكي علي؟
في العام الماضي وزعت 10,000 راية سوداء في أيام محرم، في هذه السنة توزع 20,000 راية. في العام الماضي شجعت مؤمنا على التطبير، في هذا العام الآن تشجع مؤمنين على التطبير. في العام الماضي شجعت مؤمنا على الإنفاق في طريق الإمام الحسين، في هذه السنة تشجع مؤمنين. مطلوب هذا. ومن قتل مظلوما أنتم راجعوا تفسير هذه الآية المباركة. أصلاً لا أقول راجعوا التفاسير، راجعوا قلوبكم، تعرفون تفسير هذه الآية المباركة. التفسير ليس مني ومن الثانية، التفسير في الأحاديث الشريفة عن أهل البيت. راجع قلبك، اسأل من نفسك من المقصود بالمظلوم، ومن المقصود بولي المظلوم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أقسم على الله عز وجل بالحسين، وهذا القسم عظيم عند الله عز وجل. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين المؤمنين. اللهم بحقهم عجل فرج المنتقم للحسين، اللهم بحقهم اجعلنا في الدنيا من الحسينيين، اللهم بحقهم اجعلنا في البرزخ مع الحسينيين، اللهم بحقهم احشرنا في القيامة مع الحسينيين، اللهم بحقهم اسكننا في الجنة بجوار الحسينيين، اللهم بحقهم وفقنا لخدمة الحسين، وفقنا للبكاء على الحسين، وفقنا لإقامة الشعائر الحسينية، إنك أرحم الراحمين، إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. وجه له الخيام عذرا وسلاما، آه ما سلم معي اليتامى، عذري عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.